على حضرتك. مساء الخير أهل أحمد بيه. نحن أمام تعديل كبير، حكومة جديدة، استمرار المهندس شريف، إيه التوقعات وحزب الوفد، إيه رؤية حزب الوفد في تقديم استقالة الحكومة اليوم؟ هو تقديم الحكومة ده عبارة عن إجراء يعني تقليدي عقب انتخاب رئيس الجمهورية أو إعادة انتخابه كولاية ثانية كما هو الحال. الحكومة بتقدم الاستقالة للرئيس نكون أمام التزام دستوري طبقا للمادة 146 و147 من الدستور في تشكيل حكومة جديدة. إنما يعني في خصوصية حكومة الدكتور شريف إسماعيل، الرجل أدى أداء ممتازا وسط عواصف ورياح عاتية من إرهاب ومن حصار اقتصادي وخلافه. إنما الرجل استطاع أن يعبر وسط كل هذه الأمواج العاتية ويحقق يعني في خصوصا بالنسبة للإصلاح الاقتصادي، يعني حقق إصلاحا ملموسا في هذا الشأن. فيعني له منا كل التقدير وكل الاحترام والشكر على هذا الأداء المميز في هذا الشأن. أما فيما يتعلق بفترة أو بالنسبة لمن الحكومة القادمة، فيعني أنا يعني لي وجهة نظر في هذا الشأن في أنه لابد أن تفعل حديث الرئيس ويوضع موضع التنفيذ في هذا الشأن. يعني الرئيس حديث واضح في أن الفترة القادمة إن شاء الله لابد أن يكون المستقبل أفضل، وخصوصا أن يعني استطعنا بفضل الله تعالى وعنايته وقيادة الرئيس والقوات المسلحة الوطنية المصرية والشرطة الوطنية المصرية أن يعني نقضي على الإرهاب بنسبة تفوق 95%. فيعني نستطيع أن نقول أننا قد حققنا بنسبة 95% استقرارا أمنيا، وإن شاء الله تعالى لابد أن نحقق في الفترة القادمة الاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياسي في أن نكون أمام تعددية سياسية حزبية حقيقية. نفعل المادة 5 من الدستور اللي بتنص على أن النظام السياسي في مصر بيقوم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، في أن الدولة بتقف على مسافة واحدة من الأحزاب. نكون أمام حزبين أقوياء على الأقل أو 3 أو 4 على الأكثر من خلال الأحزاب القوية وليس من خلال أحزاب هشة. الحزب هو الذي لابد أن يكون في مقوماته له أرضية في الشارع، السياسية في الشارع، بحيث أن أي حزب سياسي في الفقه السياسي له مقومات، ومنها أن يكون على استعداد في أي وقت من الأوقات أن يخوض أي انتخابات، انتخابات محليات قادمين، انتخابات مجلس نواب، انتخابات رئاسية. إنما إذا لم يكن قادرا على أن يحصد على صوت واحد في أي انتخابات، فأعتقد أن هذه المسألة هو لا يمنع أن نكون أمام أكثر من حزب، إنما الواقع العملي بيفرض عشان نكون أمام استقرار سياسي بمفهومه وأن نكون أمام ديمقراطية حقيقية، والديمقراطية هي السلاح الذي يحمي الحاكم والمحكوم، أن نكون أمام تعدد حزبي بين أحزاب قوية زي مثلا في أمريكا في حزب جمهوري وحزب ديمقراطي، وفي إنجلترا وفي كثير من البلدان في أحزاب رئيسية بتلعب بقوة على المسرح السياسي في أحزاب أخرى. فده ما نتمناه في الفترة القادمة. وفيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، فيعني احنا بنسير بخطى جاده وراسخه نحو هذا الاصلاح. انما انا يمكن لي رؤيه ان لابد ان نكون امام بالنسبه للطبقات المتوسطه والفقيره المعدمه، الطبقات التي تعاني من سوء
الوضع الاقتصادي الدخل او خلافه، في ان نكون نطبق نظريه في الاقتصاد هي نظريه المشاركه في الاعباء. الو، بمعنى ايه بقى؟ نظريه المشاركه في الاعباء كالاتي. يعني مثلا انا امام سلعه واحده، باجي بادي نظام حصص بالنسبه للطبقات محدوده الدخل. يعني مثلا بالنسبه مثلا للوقود، هاجي مثلا الشخص اللي عنده سياره 128 غير شخص بيقود سياره ثمنها 5 مليون. نعم. فباجي بالنسبه لل 128 بديله مثلا 100 لتر بالسعر المخفض. ثم بعد ذلك بحمل العربيات الفارهه، بحمله السعر الحقيقي او ازيد منه. وبعد كده السعر الحقيقي من يتجاوز الحصه المخصصه لي يشتري بالسعر الحقيقي. وكذلك بالنسبه للسلع التموينيه، بالنسبه للسكر، الزيت او خلافه، بياخد حصه محدده، ودي بتؤدي الى ترشيد الاستهلاك. وفي نفس الوقت ما بحملش الطبقات محدوده الدخل، ما بحملهمش ما يمكن ان اتحمله. انما لما اجي اقول ان برفع مثلا الوقود بالنسبه لسعر زي العربيه السياره اللي 5 مليون زي السياره اللي ثمنها 5000 جنيه او 10000 او 20000 جنيه، هذه المساله هي مساله الجميع بيشارك في الاعباء، وكذلك بالنسبه للسلع التموينيه. طب بالنسبه يا فندم، ده دور البرلمان، حتى بالنسبه لوسائل المواصلات الاخرى. يعني بعمل مثلا في المترو طبقه في اي بي، طبقه ممتازه، طبقه بالنسبه للطبقات الكادحه، ما يعني اذا اقتربت منها اقترب اقتراب يسير. انما بحمل بالنسبه للطبقات الفي اي بي، بيركب في درجه مثلا قاطره فيها 10 عربيات، في عربيتين في اي بي، في ثلاثه ممتازه، في خمسه عادي. وبهذه الحاله استطيع ان احقق نظريه المشاركه في الاعباء. هل ده دور البرلمان ولا دور الحكومه؟ يعني ده واجب البرلمان؟ اعيد المجمعات الاستهلاكيه مره اخرى، المجمعات الاستهلاكيه موجوده وبتعمل، انما لابد ان يكون لها وجه الصداره، وان اقضي على الوسيط ما بين المنتج والمستهلك. يعني مثلا هضرب لسعادتك مثلا. اي فندم. لما تروح مثلا الحقل، تبص تلاقي عباره عن طبقات معينه او اشخاص معينين. نعم. بيحتكر مناطق معينه في السلع، يعني في الزراعه. يجي مثلا منطقه معينه يا استاذ فندي. يشتري الكيلو ب 85 قرش او بجنيه. نلاقيه بيتباع ب 10 جنيه. الفرق بين ده اللي بيمتص او سبب الغلاء هو الوسيط في هذا الشأن. لو ان الدوله تدخلت مباشره، ودي ليس فيها افتئات على مبدا المنافسه. لا، لان الدوله بتخش منافسه زي اي شخص. نعم. بتشتري. وبتشتريه بجنيه. بدل ما تشتريه بجنيه، تشتريه بجنيه ونص. وتبيعه باتنين جنيه ونص في مجمعات الاستهلاكية أو بأي صورة أخرى، وكذلك كافة السلع الأخرى. يبقى في هذه الحالة بنقضي على الجشع ونخفض الأسعار بالنسبة للمستهلك. دي عبارة عن رؤية. يعني محتاجين الرؤية دي، وبتكلم في هذه الرؤية من واقع عملي ومن منظور سياسي. بشكرك وبحييك وبشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ بهاء الدين ابو شقه رئيس حزب الوفد، ومحتاجين هذه الرؤيه مره كده نلتقي ان شاء الله مع حضرتك عشان تقدر توضح لنا كل الخطوط العريضه ورؤيه كمان حزب الوفد خلال الفتره القادمه على المستوى الحزبي. وحزب الوفد الفتره القادمه يعني هيكون واحد من الاحزاب، هو واحد من اقدم الاحزاب اللي